رادار مع معمر سلامة وبشرى بخش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا معكم معمر سلامة في برنامج رادار، ومعايا بشرى بخش صاحبة فكرة البرنامج، وهي الكابتن طيار واخدتنا في رحلة. بشرى، نحن على مدى 3 حلقات نكت وهم وحزن صدمات وصدمات وناس بتتقطع وتموت، أفلام مرعبة على قول واحد صاحبي، كأنك بتتفرج على فيلم هندي. الأبو مات لا مو فيلم هندي، مع احترامي الشديد يعني والله وحبهم كل شيء، بس كانوا مسلسل ما حقول بأي جنسية، بس مسلسل كده خليجي معروف، اللي هو الأم ماتت، الأبو طلع مدمن مخدرات ودا مدري إيش، فكله أحزان. اليوم احنا بنتكلم، ايوه بس خليني اسيبنا على الاحزان، خليني اتكلم على الافراح والهذا. انت قلتي عنوان جميل جدا، التشافي. يا الله كده تحسيه وانت بتقوليها واحد يسمعها، جميله جدا مريحه. التشافي، التشافي. اي مكان يسمع عن الصدمات، الناس اول سؤال يجي ببالهم طب كيف نتشافى من هذه الصدمات. هو اي حاجه لما تمرضي اول سؤال ايش العلاج الدواء؟ إيش العلاج؟ إيش العلاج؟ فالتشافي هو عملية، طبعا التشافي عملية. أنا لما أبغى أسألك يا معمر أقول لك أنت إيش منظورك عن التشافي؟ أنت كيف ممكن تعرف التشافي؟ التشافي هو زي ما قلت لك، الشيء اللي خليني مرتاح، اللي خليني أجيبه بدي الطريقة، إنه العلاج اللي يريحني وخليني أعدي الأزمة اللي أنا فيها. حلو، الشيء اللي يريحني وخليني أعدي الأزمة اللي أنا فيها. يعني لو الصدمة. يعني لو أنا عندي صدمة أبى أتجاوزها، إيش الشيء اللي أسويه عشان أتجاوز هذه الصدمة؟ حلو. أنا بس ودي أني أوصل معلومة مرة مهمة، إنه تجاوزي للصدمة هذه لا يعني إني أنا نسيتها تماما. أبدا، لا 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 لا. أبدا لا. لا لا. ما هو دواء كان عندي صداع أخذ بنادول وراح الصداع، معناته خلاص أنا تعافيت. لا، أبدا ما هو كذا. التشافي معناه إنه الشيء اللي بيحصل لي الآن والمشاعر اللي أنا قاعدة أشعر بيها ما بتستهلك طاقتي anymore، أكثر من كذا خلاص. يعني الموضوع صار يعدي علي من غير ما أنا تجيني نوبات هلع، تجيني مزاجي يسيء، أزعل، أو أحس بإني أنا دخلت في دورة غضب أو دورة حزن. هذا هو التشافي. لأنه سبحان الله زي ما أنا أعيد وأكرر تاني أقول إنه الصدمات بتتخزن عندنا في الخلايا، فصعب إنه إحنا نتخلص منها. فالحل في التشافي إيش؟ إنه أوكي أنا متقبلة إنه أنا عشت صدمة وأنا بيصير لي زي كذا، لكن هذا الشيء ما صار يستهلك مشاعري أكثر من اللازم. يعني نقدر نقولها أساس الدواء التقبل. التقبل، أنا تقبلت إنه الشيء ده خلاص هو ده شيء صار، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، انتهى. هنا يجي إيش؟ هنا تيجي وظيفة الجبهة الأمامية المسؤولة عن الوعي، الابتسام، عشان نعمل توازن. أيه. ما في شيء اسمه التقبل وأنت طول الوقت كده جالس ومنكد وأنت مبسوط وأنت مرتاح، سبحان الله. يعني أعطيك أمثلة، يعني لما مثلا عندك صدمة من أحدهم، مثلا الوالدين كانوا معنفين لأولادهم، والولد كبر خلاص صار بكل قوة، فبكل قوته هو الآن قادر يعيش مع أمه وأبوه من غير ما يكون في كل لحظة في كل ثانية بيحس وبيشعر بالمشاعر اللي كان يشعرها هو صغير، مشاعر الضعف. هذا تشافي، هو كده تشافى، سبحان الله. يعني هو ما نسي، وحتيجي القرصة وحتيجي الغبنة كل ما افتكر الموقف، لكن بتعدى بسهولة خاص. الدقيقة اللي بعدها هو أوكي، بعايش حياته، بيكمل مهامه اليومية بطريقة طبيعية. هذا تشافي. إحنا المشكلة عندنا إنه إحنا نفهم أو نستوعب إنه التشافي إنه أنا خلاص نسيت، ما عاد الشيء ده يجي في بالي، وهذا الشيء مو صحيح. بالتالي إحنا ما بنتشافى، إنه إحنا ما مشينا بالطريقة الصحيحة. العلاج الصحيح لا. هو إنه أنا أوحي نفسي بالطريقة اللي هذا الشيء لا يستهلك مشاعري أكثر من كده. كمان مثلا انا احكي لك واقول لك معمر انت ايش صدمك. انت حكيتني حكايتك انه الوالد الله يرحمه توفت وكانت تعبانه، وهذا الشيء اثر فيك وكانت صدمه لك، بس احنا دحين مكملين
لازم تعيش خلاص متقبل ومستسلم لأمر الله والموضوع عادي خلاص يعني اللي صار صار. صحيح صحيح. يعني تحكي قصتك بالطريقة اللي تشعر بيها إنه أنا مجرد ما تخلص قصتي خلاص أنا شخص طبيعي وعادي وخلصت مشاعري تجاه هذه القصة. هذا هو التشافي. أيضا مهم نعرف إنه التشافي لازم نشتغل فيه على مصادر الألم. إيش كان مصدر الألم؟ إذا كان مصدر الألم التعنيف من قبل الأبوين نروح نتكلم معهم. إيش الألم اللي أنا بيوصلني من هذا التعنيف؟ معلمات، أي شيء في الحياة، حتى الأصدقاء أحيانا بيدوا صدمات. الصدمة لا تعني إن هي حاجة مرة كبيرة، أحيانا تكون حاجة بسيطة على حسب تقبل الإنسان قديش هو بيتقبل الشيء. في ناس سبحان الله ما عندهم مرونة فما بيتقبلوا أشياء كثيرة فيعيش في دوامة هذا الصدمة. في صدمات كثيرة وتقعد معاه. صدمات مو صدمة يعني صدمات. يعني كانك بتقولي لي اليوم أنت عشت بصدمة يا تتقبلها وتبدأ تعدي أو تبدأ تخش في مرحلة التعافي منها، لكن موجودة حتفتكرها يعني موجودة عادي، بس أنك ردة فعلك كل ما لا تدريجيا تتغير على مدى تقبلك الصدمة، أو أنك أنت ما تتقبلها وفجأة تجيك صدمات تانية حتى لو هي صغيرة مواقف هذه، بس أنت بالنسبة لك صدمات لأن هي بتشوف لأنه الشخص اللي عنده صدمة already بيشوف هذا الشيء مهدد له، مهدد لسلامه، مهدد لكيانه، مهدد لمكانته في المجتمع. هذا اللي يصير. كلامك منطقي جدا، لأنه شوفي أنا شفتها لبعض الناس أنه ما تقبل الصدمة فصار أي موقف سخيف جدا، يعني ما هي صدمة اعتبرها صدمة هو طبعا اكيد فاهمة قصدي، وهو الليلة ويعمل فيها قصة وحاجة ونرجع نلف ندور ونرجع نقول انه هذا الشخص في الاخير بيصير بعقلية المظلوم والضحية. تفتكر الملكية والمظلوم؟ أيوة. فهي هذه، فبيصير عقلية الضحية انه كل الناس سيئة، كل الناس بتتآمر عليه، كل الناس عشان عنده صدمات. يا لانه الصدمة الاولى اللي كانت مرة من زمان هو ما عرف يتعامل معها. يا الله فضروري انه احنا نتشافى. شيء عجيب، شيء جداً. طيب ايش كمان حنقدر نتكلم في ما شاء الله تبارك الله موضوع فيه تشعب والله كبير هو جداً. موضوع متشعب جدا جدا. مهم نعرف لو اجي اقول لك يعني ايش اول شيء تسوي انك تختار التشافي. لا تاني كيف ايش اول شيء تسوي لما تحس انك عندك صدمه انك تختار تتشافى. ايوه تختار الاختيار. اوكي كده فهمتك. ايوه اختيار التشافي لازم اساسي طبعا، وهذا ترى يعني اختيار ما هو حاجه غصبا عننا. الشخص اللي ما بيختار التشافي ما حيتشافى، بالتالي هو يصير عنده يوم من الايام تل من الصدمات مو عارف يبدا من فين. فاختار التشافي من اول صدمه تيجي في حياته. طيب صراحه البرنامج يعني الموضوع ده بياخذ وقت مره طويل جدا وحلو مره، واني بنكمل فيه الحلقة الجاية، بس عندك دقيقة بشرة أدين إيش حابة تقولي؟ إنه ما في تشافي بدون اختيار، ولا في اختيار بدون وعي. يا الله، ما في تشافي من دون اختيار، ما في اختيار من دون وعي. أنت صاحب القرار في مصيرك، فأنت تقرر إنك تعدي المرحلة دي للأفضل أو تعيش في الصدمات وتكمل فيها. يعطيك ألف عافية، حلقة جدا ملهمة، حنتكلم بتفاصيل أكثر في الحلقة الجاية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا إخواني أخواتي، بأمان الله.